في هذا الفيديو راح نتطلع على سبيد توركر تبع سكورل كيج اندكشن موتور. اذا بنطلع على الكيرف اللي موجود هون في الرسمه راح نشوف في عندنا هي هون السبيد، هاي النقطة هي السينكرونس سبيد اللي عندها ما بقدر السكويرل كيج اندكشن موتور يعطيني اي تورك. وعند هون عندي هذا هو الريتد تورك او الفول لود تورك اللي هو يعتبر 100% من التورك. هذه هون النقطة هاي راح تكون هي الاي سينكرونس سبيد اللي هي بتختلف عن السينكرونس سبيد بمقدار السليب اللي بينهم، هذه هي الفول لود تورك. هذا السبيد توركر بتلاحظوا بيختلف عن الدي سي موتور. في عندي المنطقة هاي إلى حد ما لينير، في علاقة لينير ما بين السبيد والتورك، لكن هون ممكن التورك يزيد لحد القيمة هاي، أعلى قيمة ممكن اللي هي اللي اسمها البول أوت تورك، أعلى تورك ممكن المحرك يعطيني. إحنا عادة طبعا ما بنشغل المحرك في المنطقة هاي لأنه ما بتحمل بإنه يشتغل باستمرار بالمنطقة هاي، راح يحمى وراح يكون خارج الريتنج تبعته. هو عادة راح يكون يشتغل باستمرار بشكل مستمر، ممكن يشتغل بالمنطقة هاي اللي هي الفول ريتد تورك او اقل من الفول ريتد تورك بالمنطقه هاي اللي موجوده هون. لكن جيد ان نعرف سبيد توركر ونعرف انه لفترات قصيره ممكن المحرك يتحمل تورك اعلى من التورك اللي هو ريتد له لفترات قصيره لمده ثواني، بعدين برجع في المنطقه هاي، لكن كونتينيوسلي ما بقدر يشتغل في المنطقه هاي اللي موجوده هون. كمان عندنا على الرسم مبين عندي ستارتنج تورك. لاحظوا عاده ستارتنج تورك في كل معظم المحركات اعلى من الريتد تورك، ولذلك اذا المحرك مصمم لهذا التورك اللي هون اذا هو بسهوله بيقدر يعمل ستارتنج من هون من زيرو سبيد طبعا، او سليب بيكون 1 طبعا، هون السليب 1 وهون السليب 0. هذه طبعا مثال ال 200%، مش شرط ممكن يكون اعلى من هيك ستارتنج تورك بالنسبه للريتد تورك، يكون اكثر من ضعفين، ممكن يكون ثلاث اضعاف او اكثر من بالنسبه لستارتنج تورك. اللي راح نعمله هلا في المثال اللي موجود هون في السيمولينج راح نطلع هذا الجزء من الكيرف. صعب اني اطلع هذا الجزء من الكيرف لانه المحرك عنده انستيبل ما بوقف من النقطه هون، لكن ممكن انا ازيد التورك عليه واشوف ايش السرعه اللي بتنتج عندي، وارد ازيد التورك كمان واشوف ايش السرعه اللي بتنتج عندي. وراح نطلع كمان ستارتنج تورك بحيث اني بحط عليه تورك اشوف ايش التورك اللي عنده ما بيقدر يعمل ستارتنج. حتى نعمل هيك في عندي سيميلينج فاين اخذته انا هون، انا اخذت بريست ماشين من اللايبرري اسمها اسينكرونس. الاندكشن موتور هو اسينكرونس ماشين لانه الروتر ما بيمشي على السينكرونس سبيد، بيمشي على اقل من السينكرونس سبيد. فانا زودته هون ب 3 فيز سبلاي، 3 فيز سبلاي 325. انا اخترت هون 325 بحيث هذه اللي هي البيك تبع الساينوسويد للفيز فولتج اللي هو تقريبا 230 فولت ار ام اس فيز على 50 هرتز هون بالحاله هاي و0 ديجريز. هلا هذا لما بحوله للاين بيطلع عندي تقريبا حوالي 398 لاين فولتج، يعني اللي هو بين هذا الفولتج وهذا الفولتج او بين هذا وهذا، حوالي 400 فولت او 398، لانه المحرك اللي اخترناه هون الريتنج تبعته 400 فولت ار ام اس لاين فولتج. طبعا هون الاس راح يكون متاخر 120 درجه عن الار، هذا هو السيكونس الصحيح، راح يعطيني بوزيتيف سيكونس ويعمل روتيشن على المحرك باتجاه الصحيح. عندي الفريكونسي طبعا 50 هرتز بنفس الطريقه، والفيز الثالث متاخر 240 عن الار او متقدم عليه ب 120، ونفس الشيء له نفس البيك 325 ونفس الفريكونسي 50. اذا انا هون صنعت 3 فيز سبلاي، اللاين فولتج حوالي 400 فولت ار ام اس او 398 ار ام اس فولت عشان ازود في هذا المحرك. هذا الفيز سيكونس لازم يكون بهذا الشكل حتى المحرك يلف بسبيد الكونفنشن تبعها بوزيتيف. هلا هذا سكورل كيج اندكشن موتور هون انا حطيته الموديل تبعه بحيث اني انا اعطيه اللود تورك، انا بعطيه اللود تورك وعلى اساسه هو بيطلع لي السبيد اللي عم بمشي عليها. طبعا انا ممكن اختار عدد كبير من الميجرمنتس اللي بتطلع من هذا المحرك، انا مختار هون ثلاثه. الطريقه اللي ممكن تشوف فيها ايش اللي متوفر وتختاره هي بتعمل سيلكتر بارامترز. هاي هون في عندي مجموعة من البارامترز للروتر، مجموعة بارامترز للستيتر، ومجموعة ميكانيكال بارامترز. أنا اخترت الروتر سبيد اللي هو بيطلع عندي بالراديانس بير سكند، وعملت له سيلكت من هناك. يعني إذا لو أنا كنت عامل هيك بعمل سيلكت، هيو أنا أصلا عامل له سيلكت من هون، والإلكترومغنتيك تورك كمان عامل له سيلكت. وبعدين أنا ماخذ كمان ستيتر كرنت حتى ناخذ فكرة، واحد من ستيتر كرنت هو المفروض يكون بالانسد وعامل له سيلكت. هذول هم اللي اخترتهم انا. رايت كليك، عملت رايت كليك هون على
الدي مالتيبلكسر واخذت البص سيلكتر بارامترز. فاخترت انا ثلاثه من البارامترز هذول، في مجموعه كبيره من البارامترز زي ما شفنا لما فتحنا على الرايت كليك. اذا هذا المحرك هلا الموديل تبعه راح يشتغل بحيث اني انا اعطيه اللود تورك وهو على اساسه يطلع السبيد اللي بيمشي عليها المحرك. في موديل ثاني كمان كان ممكن انا اعطيه السبيد وهو يطلع لي التورك، لكن المنطقي اكثر انه انا احط له اللود تبع التورك وهو على اساسه يلاقي السبيد اللي راح يستقر عندها اللي هي ستيدي ستيت. كمان طلبت انا الالكترومغنيتيك تورك، الالكترومغنيتيك تورك مرات بنسميه كمان الانديوست تورك اللي هو التورك اللي بنشا عندي، وبعدين بطرح منه الفيسكس فريكشن والويندج لوسز قبل ما يتوفر عندي ميكانيكال تورك افيلبل حتى اعمل درايفنج للود. والستيتر كارنت هون رح اشوفه كمان بنشوفه على الاوسيلوسكوب. انا بفضل اليونت تبعت السبيد تكون بالار بي ام، فانا حولته هون ضربت الراديانس بير سكند في 60 وقسمته على 2 باي تحوله هون لار بي ام، فالقراءه هون رح تطلع معي رح تكون في الار بي ام، والقراءه اللي رح تروح على الاوسيلوسكوب رح تكون في الار بي ام. التورك رح يكون بالنيوتن متر جاي عندي هون من الالكترومغنيتيك تورك، والستيتر كارنت مش رح اعمل له ديسبلاي على هدول، رح اشوفه مباشره على السكوب. إذا نطلع على الموديل اللي احنا اخترناه، أنا اخترت من أحد المودلز اللي هون موجودة بريست موديل 15 كيلو وات أو 20 هورس باور، الريتد فولتج 400 فولت لاين فولتج ار ام اس 50 هرتز، والسبيد الاسينكرون سبيد اللي عندها بعطيني التورك هي 1460 ار بي ام. طبعا السينكرون سبيد في الحالة هي واضح انها 1500 ار بي ام، لأنه عندي عدد البولز. إذا نطلع هون راح نشوف عدد البولز، هي عدد البول بيرز 2، يعني هي 4 بولز بس عدد البول بيرز 2. فاذا بنرجع للمعادله السابقه تبعت السينكرونس سبيد راح تكون 60 في 50 على 2، 60 في 50 3000 على 2 تعطيني 1500 مش السرعه اللي راح يمشي عليها المحرك، هاي السرعه اللي بلف عليها الماجنتيك فلكس اللي هي 1500 ار بي ام. السرعه اللي راح يمشي عليها الروتر حتى يعطيني الريتد تورك هي 1460 ار بي ام زي ما شفنا منهم. انا عملت هون حسابات عشان اطلع قديش الريتد تورك تبع المحرك، فحولت اول شيء ال 1460 ار بي ام قسمتها على 60 وضربتها في 2 باي، فاعطتني الريتد سبيد ان راديانس بير سكند 152.9. وبتتذكروا انه الباور بتساوي التورك في السبيد، بس السبيد لازم تكون ان راديانس بير سكند. فلما قسمت 15000 على 152 اعطاني الريتد تورك اللي هو 98.1 نيوتن متر. هاي هي القيمه تقريبا راح ابدا فيها من هون، اول قيم راح ابدا فيها اللي هي 100 نيوتن متر، تقريبا 98.1 نيوتن متر. كمان هون نطلع على الفولتج زي ما حكيت، احنا بدنا الفولتج النهائي اللي يطلع معي الار ام اس لاين فولتج يكون 400 فولت. حتى يتحقق هذا انا اخترت كل واحد من الفيز بيك فولتجز 325، اذا قسمناه على جذر الاثنين بعطيني 230 فولت ار ام اس. اذا هذا الفولتج اللي هون اللي من السبلاي هو 230 فولت ار ام اس فيز فولتج، اذا ضربته في جذر الثلاثه بعطيني 398 اللي هي بين هاي النقطه وهاي النقطه فولت ار ام اس، اللي هو تقريبا مساوي ل 400 فولت اللي هو مناسب لهذا المحرك حسب الريتنج تبعته اللي شفناها منه. انا كمان اخترت هون هذا المحرك هو سكويرل كيج مش واوند روتر، فسكويرل كيج يعني الروتر تبعه عباره عن قفص بكوندكترز، ما فيش شيء في اسلاك طالعه للخارج زي الواوند روتر. واخترت انا الميكانيكال انبوت انه يكون تورك مش سبيد، فلذلك راح يدخل عندي اللود تبع التورك واللي راح يطلع هو السبيد اللي بيستقر عليها. بقيه البارامترز موجوده هون، الباور تبعت المحرك النومينال باور، الار ام اس فولتج لاين تو لاين 50 هرتز، هون عندي ستيتر ريزيستنس وستيتر اندكتنس، الروتر ريزيستنس والروتر اندكتنس بالاوم والهنري، ميوتشوال اندكتنس. وبعدين عندي هون كمان الانيرشا هاي تبعت المحرك اللي هي 0.1 كيلوغرام متر سكوير، والفيسكس فريكشن زي ما كانت عندي الفيسكس فريكشن في حاله الدي سي موتور اللي هي 0.009541 وحدتها نيوتن مترز بير راديان بير سكند. وهون عندي عدد البيرز اوف بولز، هذا بالنسبه للانيشال كونديشنز بحدد لي من وين راح يبدا المحرك. انا اخترت انه يبدا من زيرو سبيد، هذه السليب اول واحده فيهم هي السليب، فلما يكون السليب واحد معناها الانيشال سبيد راح يكون زيرو. اذا في كل الحالات راح يبدا هذا المحرك من انيشال كونديشن يكون السرعه فيه زيرو وبعدين يتسرع. هاي الانيشال كونديشن الثانيه كانها لبارامترز ثانيه زي كرنت واشياء اخرى. اذا هذا الموديل عندي جاهز، المحرك جاهز، الثري فيز سبلاي جاهزين من هون. واحنا اخترنا المحرك هذا سكويرل كيج اندكشن موتور مش واوند روتر اندكشن موتور.
هدفنا هلأ الآن إنه أصير أنا أدخل عليه ريتد لودز مختلفة، ريتد توركس مختلفة، وأشوف إيش السرعة اللي هو بيستقر عليها. وهدفي إني أطلع الجزء هذا من المحرك من السبيد توركر، الجزء هذا اللي هون صعب إني أطلع هذا، راح أحاول أركز على هذا الجزء اللي موجود هون. لاحظوا إنه بعض هدول النقاط اللي موجودة على هذا الكير أعلى من الستارتينج، ولذلك أنا لازم أخلي المحرك أول إشي يعمل ستارتينج حتى يوصل المنطقة هون مثلاً، بعدين بعد فترة بعد ما يعمل ستارتينج ويوصل تقريباً هاي السرعة ببدأ بزيد عليه التورك، وإلا إذا حطيت عليه تورك أعلى من ستارتينج تورك تبعه مش راح يقدر يعمل ستارتينج من الأصل. حتى أتغلب على هاي المشكلة أنا حطيت هون ستيب، بس هاي ستيب ديليت، فراح أأخر هذه ستيب تقريباً 0.3 سكندز، يعني هاي ستيب ما راح ترتفع من 0 لواحد إلا بعد 0.3 سكندز. هذا بسمح ال 300 ملي سكندز هاي بتسمح للمحرك إنه يكون عمل ستارتينج ووصل السرعة العالية تبعته، وبس يعمل ستارتينج بعد 300 ملي سكند راح تتحول هاي من 0 لواحد، راح تنضرب باللود تورك اللي انا حاطه، وراح يدخل التورك على هذا المحرك، ووقتها راح يبدا يتحرك على النقاط المختلفه هون، بقدر اخذ القياسات اللي بدي اياها. راح استنى طبعا فتره كافيه لحد ما المحرك تستقر سرعته، واتاكد انه هاي هي السرعه اللي هو راح يستقر عليها، بعدين راح اخذ القراءه من هون تبعت السبيد وتبعت التورك من هون، وراح اعملهم بلوتينج وعبيهم في هاي التيبل اللي موجوده هون حتى اقدر اشوف النقاط المختلفة على هذا speed torque curve لهذا المحرك. كأنه احنا الآن في مختبر وعمالنا بنحط speeds مختلفة، بنحط torques مختلفة وبنشوف شو speed اللي بيستقر عليها. كمان في عندنا scope هون، رح نطلع على scope ونشوف ايش بيصير، كيف بيستقر سرعة، كيف بيعمل starting في الأول، وكيف بعد 300 ملي سكند بيجي اللود عليه، وايش بتأثر، وكيف بيستقر على السرعة النهائية. إذا رح ناخذ مثال عليها، خلينا مثلا في البداية راح اخذ التورك يكون مثلا 100 نيوتن متر، وراح اعمل الان رن. هلا بتلاحظوا في البدايه راح يعمل ستارتنج عادي لانه لسه ما تحركش هذا التورك، ما صار اكتف، لسه الزمن عندي ما وصل 0.3. هلا لما الزمن يوصل 0.3 بنلاحظ انه السرعه راح تبدا تنزل من هون لانه التورك راح يزيد. هلا هون عم نلاحظ تقريبا استقر على 1464 اللي هي كانت هي الريتد سبيد اللي عندها التورك، لانه مر عندي 30 ملي سكند. انا حاطط هون الرننج تايم 2 سكند، هلا المره الجايه ما بنزلها ل 1 سكند. انا احيانا بحطها 2 سكند او اكثر عشان اتاكد انه المحرك عمل سيتلينج تماما ووصل ستيدي ستيت سبيد تبعته. اذا الان استقر، خلينا اول شيء نطلع نشوف شو بالضبط اللي صار. اذا نطلع اول شيء على السرعه، راح تلاحظوا السرعه هون عندي بدت من زيرو زي ما احنا كنا حاطينها، وطبعا لحد 0.3 سكند ما كان لسه داخل اللود تورك عليها. هون تقريبا استقرت، لما دخل اللود تورك عليها اللي هو حوالي 100 نيوتن متر صار في شويه اوسيليشن بالسبيد، وهي واضح كمان بنشوف هون التورك ارتفع حتى يقدر يواجه ال 100 نيوتن متر لود اللي دخلت عليها 0.3. وهي تقريبا استقرت السرعه على القيمه اللي هي الريتد، واضح انها في ستيدي ستيت هون وفي ستيدي ستيت التورك. ولاحظوا الكرنت زاد بعد 0.3، زاد من القيمه الاصغر هون للقيمه الاكبر حتى يقدر يزودني التورك المطلوب من هون. اذا بقدر الان اخذ القراءة هاي اللي موجودة هون، القراءة اللي هي عند النقطة هاي اللي هي 1464 مع قراءة 100 نيوتن متر، راح اعبيهم هدول بالتيبل. فاذا بنيجي على النقطة هاي، هي عندي هون اللود تورك كان 100 نيوتن متر والسرعة اللي استقر عليها السيستم هي 1464. خلينا ناخذ بعض نقاط اخرى، مثلا ناخذ نقطه ثانيه مثلا على هذا الكير، راح اخذ ال 300 نيوتن متر، رغم انه 300 اعلى طبعا من الريتد تورك، راح نشوف ايش السرعه اللي بيستقر عندها. فراح اغير الان هاي ل 300 نيوتن متر اللي هي اللود تورك، وهذا راح يدخل عليه بس بعد 0.3 اوف ا سكند. راح انزل السيميليشن تايم ل 1 سكند ونعمل رن مره ثانيه. نفس الشيء هلا هون عم بعمل ستارتنج، المحرك وصل تقريبا 1500 ار بي ام لانه ات نو لود، لكن بعد 0.3 of a second راح نلاحظ، ولاحظوا كيف السرعة الآن نزلت من هون وارتفع ال induced torque لحوالي 300. لاحظوا هذه 301 وهي 300 لأنه في عندي حوالي 1.4
نيوتن متر حتى اتغلب على الفيسكس فريكشن اللي موجود عندي بالسيستم. هلا بستنى السيستم لحد ما يستقر تخلص السيميليشن. عندي استقر السيستم الان على 1376. خلينا مره ثانيه كمان نطلع هون ايش اللي صار عندي. هي نفس الشيء عمل ستارتنج السيستم هون والسرعه تقريبا استقرت هون على 0.3 سكند. دخل عندي اللود على السيستم، تلاحظوا السرعه نزلت. في عندي هون زي سكند اوردر ريسبونس واندر دامبت اوسيليشن لحد ما وصلنا النقطه هاي. اذا نطلع الان على التورك بتشوفوا نفس الشيء انه ات 0.3 سكند ارتفع التورك الانديوس تورك حتى يقدر يواجه اللود اللي موجود هون، وزاد قيمه الكرنت بنفس الطريقه حتى تقدر تواجه هاي. وواضح انه عندي ستيدي ستيت، السيستم مستقر الان، استقر عند النقطه هاي. فالقيمه اللي استقر عندها هي 1376. فبناخذ هذول القيمتين اللي هي 300 نيوتن متر و1376. هي صار عندي نقطه ثانيه على سبيد تورك كيرف اللي موجود هون. بكمل النقاط هذه من هون لحد ما اوصل في النهايه اعلى نقطه ممكنه اللي هي او اعلى قيمه ممكنه اللي عندها. اذا زدت عن هاي القيمه السيستم ما راح يقدر يكمل، ما راح يقدر يكمل اكثر من هيك. عندي هون 565 انا جربتها اعطتني 1029 ار بي ام. حتى تشوفوا بس ايش بصير لو السيستم زاد البول اوت تورك عن القيمه اللي ممكن انه يتحملها. راح احط مثلا قيمه هون مقدارها 600 ار بي ام، 600 نيوتن متر، حتى تشوفوا انه هذا محرك ما بيقدر باي حال من الاحوال انه يتحمل هذا اللود. وشوفوا ايش بصير بالسرعه تبعته. فراح نعمل له ران بنفس الطريقه. في البدايه لحد 0.3 سكند بيعمل ستارتنج عادي. هلا بعد 0.3 سكند بتلاحظوا انه السرعه هلا الان راح تبدا تنزل. هي نزلت بسرعه شديده السرعه لانه اللود اللي انحط على هذا المحرك ما قدر انه يتحمله. حتى السرعه راحت بالسالب لانه هذا التورك الخارجي الان اللي عليه عماله كانه بيعمله درايفنج بالعكس. لو حاولنا نطلع هون بعرفش اذا راح نقدر نشوفها. راح تشوفوا هون انه عمل ستارتنج المحرك، لكن لما اجى 0.3 اللود عليه ما قدر يتحمل هذا اللود ورجع وعمل ستولينج. فهون هذا واضح انه هذا اكثر من البول اوت تورك تبع هذا المحرك، ما قدر انه يواجه هذا اللود الكبير جدا. لكن اقل من 565 نيوتن متر المحرك السرعه ظلت تتحرك في هذه الفتره اللي موجوده هون. اذا بنطلع على الرينج تبع الفاليوز اللي موجوده هون، بدينا من 0 نيوتن متر، طبعا هذه اللي هي نو لود تقريبا، اللي هذا ماشي على السينكرونس سبيد وهذا متوقع، يعني ما فيش عندي اي لود عليه فراح يمشي على سرعه قريبه جدا من السينكرونس سبيد، راح يكون تقريبا في المنطقه هذه اللي موجوده هون. كل ما زدنا عليه اللود تقريبا لينيرلي في البدايه عماله بيتحرك وعماله تنزل السرعه وبيزيد التورك اللي بيقدر يعمل له انديوسنج لحد ما اوصل هون قيمه البول اوت تورك اللي هي موجوده هون. واحنا من ناحيه واقعيه ما راح نشغل المحرك في المنطقه، لكن احنا بنعرف انه التورك بيقدر يوصل للقيم اللي موجوده هون. لو عملنا الان بلوتنج لهذه الداتا بتشوفوا هون هاي كل النقاط اللي اخذناها هون لحد ما وصلنا النقطه هاي اللي موجوده هون. طبعا احنا اتحيلنا شوي على الموضوع حتى نقدر نعمل ستارتنج، فكنا نعمل بالبدايه ستارتنج للمحرك. نرجع هاي لقيمه 300. كنا نعمل ستارتنج للمحرك في البدايه ولسه ما في لود عليه، وبس يعمل ستارتنج ويوصل القيمه تقريبا 1400 1450 حسب 1490 95 ار بي ام كنا نحمل اللود عليه عن طريق ستيب. وبعدين والا ما كان بامكاننا انه نوصل اي وحده من النقاط هذول اذا كان التورك اعلى من الستارتنج تورك. حتى اعرف شو ستارتنج تورك الان راح اشيل الحيله هاي وراح احمل السيستم التورك من البدايه، فراح ارجع ستيب تايم زيرو. يعني معناها السيستم محمل هذا التورك من البدايه، واذا كان التورك اللي عليه اعلى من الستارتنج تورك تبعه مش راح يقدر يبدا. فراح نبدا بقيمه اقل من الستارتنج تورك، راح ابدا بقيمه مقدارها 300 نيوتن متر. راح نعمل الان رن. هلا واضح انه السيستم من البدايه عليه 300 نيوتن متر، بس رغم ذلك استطاع انه يعمل ستارتنج ووصل قيمه مقدارها 1376. وهذه موجوده عندنا القيمه هون 1376. اذا بنطلع في الداتا بتشوفوا انه عند 300 نيوتن متر بيستقر على سرعه مقدارها 1376. لكن لو الان بدينا نزيد عليه اللود تورك على الستارتنج، عند الستارتنج راح يوصل عند نقطه معينه اللي هي هون موجوده بهذه الفتره هون،
مش راح يقدر يعمل ستارتنج بالبدايه. وهيك هذه الطريقه حتى نتعرف على قديش قيمه الستارتنج تورك. فلو حطيتها انا راح احطها بس اقل شوي من هاي القيمه 389، بوصل عند المرحله اللي عندها هاي بتكون الحد اللي بيقدر عنده يعمل ستارتنج. اذا هون هلا استقر المحرك تقريبا على 1376. هلا بنطلع على السكوب. اذا هون لو طلعنا على السكوب بنشوف انه السيستم عمل ستارتنج وبعدين التورك كان عليه من البدايه واستقر تقريبا على هاي القيمه اللي موجوده هون. هون ما في عندي بوينت 3 لاني من البدايه حطيت التورك عليه حتى اشوف انه ايش التورك اللي هو بيقدر يعمل ستارتنج عليه. وهي بنشوف هون هاي التورك الانديوست من المحرك استقر على القيمه هاي اللي هي تقريبا مساويه ل 300 نيوتن متر حتى يقدر يواجه اللود اللي موجود هناك. وهذا الكرنت اللي استقر عليه، هذا الستيتر كرنت اللي استقر عليه. اذا لو زدنا هلا هذا التورك راح اوصل مرحله يكون راح يبطل يقدر يعمل ستارتنج عندها. انا راح اعطيه هون هلا 380 89، نعرف 389 هو اعلى قيمه بيقدر يعمل ستارتنج عليها. اذا قدر يعمل هاي هي القيمه اللي يقدر يعمل ستارتنج عليها من الفحوصات السابقه اللي انا كنت عاملها. ف 389 بنلاحظ المحرك ببطء الان بيبدا، لكنه في النهايه بيستطيع انه يعمل يتسارع ويوصل تقريبا 1400 او 1322 بالحاله هاي ار بي ام. اذا استطاع يعمل ستارتنج على هذا التورك، اذا الستارتنج تورك تقريبا مساوي لهي، لاني لو زدته الان ل 390 ببطل يقدر يعمل ستارتنج. خلينا اول شيء نطلع على الكيرف. اذا لو طلعنا هون بتشوفوا انه نفس الشيء. هلا هون طبعا كان اصعب كثير ستارتنج لانه التورك اللي عليه تقريبا مساوي للستارتنج تورك، لكن عمل ستارتنج هون واستقر على حوالي 1322 ار بي ام. ونفس الشيء بنشوف التورك هون استقر على هاي القيمه المطلوبه اللي هي حوالي 390 389. لو زدته الان شوي صغيره، لو زدته فوق 390 راح احطه 391، راح يبين معنا الان انه ما بيقدر يعمل ستارتنج. فهذا هو فعلا ستارتنج تورك. ولذلك اذا بتطلعوا الان هون راح تشوفوا انه بعد فتره بتبدا السرعه تنزل لزيرو، بعدين تنزل نيجاتيف، معناها انه المشين ستولد والتورك الخارجي تغلب على الماتور وما قدر الماتور انه يعمل ستارتنج. واضح هون انه في عندنا مشكله، والسبب انه احنا ما قدرنا نعمل ستارتنج على تورك اعلى من 389 نيوتن متر اللي هي الريتد ستارتنج تورك لهذا المحرك. واضح انه هون عندنا مشكله. اذا نطلع هون راح نشوف انه السرعه راحت بالسالب، يعني المحرك تحول لجنريتر، ما عم بيقدر انه يشغل. اذا لو رجعنا هلا هون اطلعنا على الكيرف بنشوف هي عند النقطه هاي هي ستارتنج تورك، والهاي بنقدر نعلمها على التشارت هون. انا علمتها على التشارت هون تقريبا 390 او 389 هي ستارتنج تورك. صعب اني اقيس النقاط هون لانهم مش ستيبل، ما راح يوقف المحرك عندهم فتره ستيدي ستيت حتى اقدر اقيسها، فصعب اني اجيب النقاط اللي موجوده ان بتوين. لكن استطعنا احنا الان نجيب كل النقاط هاي اللي موجوده هون ونجيب ستارتنج. ستارتنج تورك 390، رغم ذلك استطعنا احنا نقيس النقاط هاي لانه احنا تحايلنا على السيستم، خليناه اول شيء يعمل ستارت ويوصل للمنطقة هاي هون، بعدين صرنا شوي شوي نزيد التورك عليه فصار يتحرك على الكيرف هذا اللي موجود هون، رغم انه هذا اعلى من ستارتنج تورك. في الواقع انا ما بستطيع اخليه يعمل ستارتنج اون لاين وهدول اللودز موجودة عليه، لازم اخليه يعمل ستارتنج بالاول وبعدين اصير احمل اللودز عليه اذا بدي اوصل للنقاط اللي موجوده هون. في الواقع انا ما بصير اشغله بالمنطقه هاي، لازم اشغله حوالين الريتد تورك اللي موجود هون. اذا هاي الطريقه شفنا كيف استطعنا نطلع مجموعه من النقاط اللي موجوده على سبيد تورك كيرف لهذا سكويرل كيج اندكشن موتور.